صافي بيحب وحدة تانية. انت معك خبر بالموضوع؟ بتعرفي مين هي؟ لا ما بعرف. اكيد رسمية؟ ايه اكيد. بعدين انت ليه بدك تعرفي مين هي؟ صرت 100 مرة قلت لك اقلبي الصفحة. لو كنت قادرة اقلبها كنت قلبتها من زمان. جاي تنظر علي وصار لك 100 سنة بتحبي بي وان شاء الله تطلعي منه. رسمية صافي فل ولا بعده بالبيت؟ ما بعرف بس ترجع حياة تسأليها. حياة؟ ليش شو خصها؟ تركتها هونيك عم تنظف البيت. شعلت؟ تتزوجيني؟ شو؟ تقبلي تكوني شريكة حياتي ومرتي؟ ليش حاسك تفاجأتي؟ إنه ما نهاية كل قصة حب الزواج؟ لا هيك أنت وردة حبيتوا بعض وما تزوجتوا. هلا نحن هون مشان نحكي بقصتي أنا وردة ولا بقصتي أنا وأنتي؟ شو بكير بعد هالحكي. هلا خلي يقطع 40 الحجة وبعدين بنشوف. مش انا عم اقول لك خلينا نتزوج قبل 40 الحجة؟ انا عم اقول لك بشكل عام بالمبدا انت موافقه تكوني مرتي وشريكة حياتي؟ شبك ليش حاسك عم تتهربي؟ مش عم بتهرب بس يعني ما صدمتني ما توقعت. بعدين بدي وقت لنهني هالفكره براسي. يعني انا الخبريه منهنها براسي وجاهزه. انا بحبك. انت بتعرفني انا كمان بحبك صح؟ انت بتعرفي كثير اني انا بحبك. فيني اخذ عبطه؟